في المجموعة الرابعة حقق منتخب كوستاريكا واحدة من أهم مفاجآت البطولة حتى الآن، عندما تغلب على منتخب أوروغواي رابع النسخة الماضية وبطل كوبا أمريكا، تغلب عليه بثلاثة أهداف مقابل هدف مساء السبت على ملعب كاستيلو في مدينة فورتاليزا. ورغم تقدم لاسيليستي بهدف من علامة الجزاء بواسطة نجم هجوم باريس سان جيرمان الفرنسي أدينسون كافاني في الدقيقة 24، تمكن المنتخب الكوستاريكي من معادلة الكفة بعد مرور 9 دقائق على انطلاقة الشوط الثاني عبر مهاجمه الواعد جويل كامبل، ثم تقدم بعدها ب3 دقائق عن طريق مدافع كلاب بروجي البلجيكي أوسكار دوارتي، قبل أن يعزز هذا التقدم بهدف ثالث سجله مهاجم كوبان الروسي ماركوس أورينا قبل 6 دقائق على انطلاقة صافرة الدولي الألماني فيليكس بريش حكم اللقاء. في لقاء قمة هذه المجموعة الذي شهده ملعب دي أمازونيا في مناوس بين العملاقين الأوروبيين إيطاليا وإنجلترا، تمكن الأزوري من حسم اللقاء بهدفين مقابل هدف، واستعاد نغمة الانتصار المونديالي الذي غاب عنه في المشاركة السابقة. المواجهة التي أدارها الدولي الهولندي بايرن كويبرس شهدت تقدم رجال المدرب برانديلي في الدقيقة 35 عن طريق لاعب وسط اليوفي كلاوديو ماركيزيو، ثم أدرك نجم ليفربول الأسمر دانيال ستوريج التعادل لإنجلترا بعدها بدقيقتين، قبل أن ينجح مهاجم ميلان العملاق ماريو بالوتيلي من إحراز هدف الفوز بعد مرور 5 دقائق على انطلاقة الشوط الثاني ويستحق جائزة رجل المباراة. بهاتين النتيجتين تصدر المنتخب الكوستاريكي ترتيب هذه المجموعة برصيد 3 نقاط وبفارق الأهداف عن المنتخب الإيطالي، بينما يحتل الثنائي إنجلترا والأوروغواي المركزين 3 و4 بصفر من النقاط. مباريات الجولة الثانية لهذه المجموعة التي تضم 3 منتخبات سبق لها إحراز اللقب تنطلق في 10 من مساء الخميس بلقاء يجمع بين أوروغواي وإنجلترا على ملعب كورينشيانز في ساو باولو، على أن يقام اللقاء الثاني بين إيطاليا وكوستاريكا في تمام 7 مساء الجمعة على ملعب برنامبوكو في ريسيفي. عايز اقول لكم انه في مباراه مقامه الان بين الاكوادور وسويسرا، واكوادور متقدمه 1-0 بهدف احرزه فالنسيا في الدقيقه 22، ده لاعب نادي باتشوكا المكسيكي. الشوط الاول انتهى من مباراه مصر والسودان مواليد 98 بتقدم المنتخب المصري 2-1. دوره الترقي 3 لقاءات اليوم، كفر الشيخ تعادل مع طنطا 1-1، بلديه المحله تعادل مع دمنهور 2-2. المفاجاه الكبرى حققها فريق سيرس الليان المكافح جدا بالفوز على النادي الاولمبي 2-1. الترتيب كده اصبح الاولمبي برصيد 6 نقاط زي ما هو، دمنهور اصبح برصيد 5 نقاط، بلدية المحلة 5 نقاط، كفر الشيخ 3 نقاط، سيرس الليان 3 نقاط، وطنطا في الاخر خالص برصيد 2، رغم التوقعات كانت لصالح طنطا في البداية. بعض الجماهير معنا، مين اسامة، مساء الخير. مساء الخير يا كابتن. ازيك يا استاذ اسامة يا جميل؟ اهلا وسهلا بحضرتك يا كابتن، وانا طبعا بنسجل اعجاب تشيل تحياتنا لحضرتك والبرنامج والقائمين عليه طبعا. شكرين على ذوقك، ربنا يكرمك. هو والله يا فندم في الحقيقه احنا كان لينا شكوى او نقطه بسيطه بعيد عن الموضوع، يعني بعيد عن موضوع الرياضه يا فندم. احنا حضرتك الاثريين بجنوب سيناء وشمال سيناء، اثريين الاثريين يا فندم، حلو. مجموعه العاملين في الاثار في شمال وجنوب سيناء. نعم. دايما رحنا شمال وجنوب سيناء واشتغلنا هناك بسبب بند اسمه بند جذب العماله، فده اللي كان بيحدد الناس انها تشتغل في المناطق النائيه. وحضرتك يا كابتن عارف الدولة وتشجيع العاملين ان هم يروحوا يشتغلوا في سيناء. جميل. احنا يا فندم لغاية دلوقتي من شهر فبراير لغاية النهاردة ما قبضناش جذب العمالة بتاعنا. تمام. واحنا كناس مثقفين مش عايزين نعمل مظاهرات واعتصامات والمطالب الفئوية اللي حضرتك عارفها، مش عايزين ندخل في الموضوع. صحيح. ده. احنا بس يا فندم يعني طب اسألك سؤال، انتوا بتقبضوا كام؟ يا
يا فندم مرتبنا في جنوب وشمال سيناء كاثريين، انا راجل على الدرجه الثانيه وعلى يعني كام؟ داخل على الدرجه كام يا اسامه؟ كام؟ 680 جنيه يا فندم. كام شهر ما قبضتهمش؟ احنا الجذب العماله بتاعنا كنا بناخده 150% من شهر فبراير لغايه النهارده ما خدناهوش. كام واحد؟ كم واحد؟ اكتر من 500 فرد. من المسؤول؟ من المسؤول وزاره الاثار؟ لا يا فندم، المسؤول احنا رحنا امبارح لوزاره الماليه، مستشار وزاره الماليه قال لنا ان احنا مش هنقبض على 150%، هينزله ل 50%. مين المسؤول يا فندم؟ مين المسؤول؟ وزاره ايه المسؤوله؟ وزاره الماليه. شكرا يا اسامه، وصلت الشكوى تماما، شكرا جزيلا وهنحارب عليها. مين معانا؟ عمرو مساء الخير. مساء النور يا كابتن احمد. يا هلا، اهلا بيك. اهلا بحضرتك. اتفضل يا فندم. حضرتك بالنسبه لكاس العالم، ده احلى كاس عالم شفته في حياتي. ماشي يا عم. صراحه يعني انا بقالي ده عاشر كاس عالم الحقه. حرام حرام ما اسمعش تعليق وما اسمعش بعد الماتشات بصوت كابتن احمد شوبير وهو بيعلق، ربنا يكرمك، وهو بينقد، بصوت كابتن مدحت، بصوت كلكم عامه، بصرف النظر عن انهي قناه وانهي حاجه. نعم. حاولوا تاخدوا حتى الهايلايتس بعد الماتش، الماتشات جميله. كاس العالم اللي جاي ان شاء الله هيكون احلى ان شاء الله. لا ما اعتقدش، ما اعتقدش. بيقول لي مين بطل كاس العالم يا عمرو؟ نعم، مين البطل؟ ما حدش يعرف يتوقع. قول يا عمرو، هتكسب حد من اضرب ارمي اللاتينيه، حد هيبقى من امريكا اللاتينيه، من الارجنتين او لا. من البرازيل. قول لي فرقه، ما تتعبنيش معاك، قول لي فرقه. ها اقول لك فرقه؟ يلا الارجنتين. طيب مين بطل الدوري؟ انا عارف هتقول مين. مين هتقول؟ الاهلي. لا الزمالك. طيب شكرا يا عمرو. معانا حد، معانا خالد. ازي خير يا خالد؟ خط ده خالد، ده تاني مره الخط قطع عليه، ده كانكوا متطهدني على راي محمد رضا الله يرحمه في افلامه الجميله اللي احنا متعودين عليها. عايز اقول لكم خبرين، عندكم تليفونات ولا اقول خبرين؟ اقول خبرين، انه عندي يعني ايه خبرين عكس بعض. الاولاني يعني معرفش على لسان مين، انه الداخليه بتقول ان الاجتماعات مع لجنه الانديه عن طريق وزير الرياضه فقط، وزير الشباب والرياضه المهندس خالد عبد العزيز. النهارده كان موجود الاستاذ مرتضى منصور مع السيد رئيس مجلس الوزراء. هل زياره للتهنئه ولا زياره رسميه ولا ايه؟ ما انا عايز اعرف يعني الحقيقه، هل كانت بحضور السيد وزير الداخليه؟ وزير الشباب تاكدنا انه ما كانش موجود. ما اعرفش ليه في عدم تنسيق كده، بحس انه القصه ملخبطه او مغيمه، مش فاهمها، مش محتاجه الدوشه دي، او مش محتاجه الغيامه اللي الناس بتقولها، او يعني مش محتاجه ده. يعني ما خلينا بوضوح شديد جدا، وتطلع الداخليه تقول لنا بيان، يا جماعه احنا مش هنقدر دلوقتي، مفيش مشكله، لانه الوقت. خالد جانا، يا رب الخط ما يقطع. خالد. الو، السلام عليكم. الحمد لله. عليكم السلام. قول يا خالد. ازي حضرتك؟ الحمد لله، اتفضل يا خالد. والله بحبك قوي يا كابتن. أشكرك. مع كابتن شوير، والبرنامج بتاع حضرتك برنامج محترم جدا. اشكرك يا خالد، ربنا يخليك. اتفضل يا خالد. اتفضل. كنت بس عاوز اخد حضرتك راي كده يعني. يلا. كنت بس عاوز اقول لحضرتك كابتن ابو تريكه دلوقتي، يعني ايه راي حضرتك التحليل بتاع في الجزيره الرياضيه والموقف اللي هو في حازم امام موجود باين هناك؟ لا ما شفتش. لا موجود، لا حازم موجود بيقعد جنبهم، وفي هيثم فاروق، وفي نادر السيد، وفي زملائنا المعلقين. يا خالد ابو تريكه يعني باين قوي يعني الموقف. لا هو باين يعني حازم بيطلع بظهره يا خالد، ولا بيطلع يحلل زي ابو تريكه؟ لا طبعا، لا هو بيطلع يحلل طبعا زي ابو تريكه. طيب يبقى زيهم زي بعض يا جماعه، ما انتوا يعني ما اعرفش يعني اشمعنى ابو تريكه حقيقه، يعني ما هو بتريكه زي الباقي. يعني اذا كنتوا زعلانين يبقى على الكل، او متضايقين يبقى من الكل. ده شغل بروفيشنال، بيروحوا بيشتغلوا هناك، حقهم خلاص. طالما دول بعاد عن السياسه، ما لهمش علاقه بالسياسه، ما بيجرحوش، ومش هنصقل للحمله السخيفه اللي بتتقال على البعض، لانه ده شغل ما احرار. زي المصريين اللي بيشتغلوا في قطر، عندنا 150 الف مصري بيشتغلوا بياكلوا عيش من هناك. ما اعتقدش. معانا اخر تليفون بس. زين، مساء الخير يا زين. زين انا بعد. اتفضل يا زين بسرعه، والله ما ضد لك الوقت. اتفضل. هو كابتن انا متوقع ان البرازيل هتاخد كاس العالم والدوري، والزمالك ياخد الدوري. الزمالك ياخد الدوري، تمام. ايوه، وعايز اقول لحضرتك حاجه، ان انا اتصلت قبل كده لحضرتك وقعدت بتاع 5 6 دقائق 7 دقائق ومحدش رد عليا. انا اسف، معلش، حقك عليا. ربنا يكرمك. انا بعتذر لك على الهوا والله، معلش.
لا ولا يهمك. اسف جدا. شكرا زين. بفكركم بنتائج الان. حتى الان الاكوادور متقدمه على سويسرا 1-0، مصر متقدمه على السودان 2-1 مواليد 98، دوره الترقي كفر الشيخ التعادل مع طنطا 1-1، الاولمبي والهزيمه من سرسلان 2-1، بلديه المحله والتعادل مع دمنهور 2-2. بكره اخر مباراه في المجموعه الاولى، هنكون معاكم في الاستوديو التحليلي لمباراه الاهلي والمقصه وايضا باقي المباريات، وان شاء الله عز وجل يكون يوم جميل. بكره ان شاء الله معنا كابتن ايمن يونس، استاذ حسن السكاوي، والتعليق لمتالقنا دائما كابتن محمود بكر. اشكركم، سلام عليكم.